نيجي بقى في مصر وموضوع السخرية. انتشر فيديو من كام يوم كده على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص اسيوي او صيني كان في عربيه اوبر وبشكل غبي جدا، تبص تلاقي والناس اللي بتصور والسواق هو اللي بدا هذا الامر، ومعايا كورونا معايا كورونا، اسمعوا الكلام اللي كان بيتقال. وصل الامر انه نزله من عربيته وفي نص الشارع، والولد كان هيتخبط من عربيات تانية، وكورونا الحقوا كورونا. حتى تعامل رجل امين الشرطه بتاع المرور كان تعامل سيء. شوفوا بقى اللي كان حاصل. لا والله، طب ارميه يا عم، ارميه ارميه بسرعه. يا اخي بس خش يا عم خش. يا عم خش بطل. اول حاله كورونا، اول حاله كورونا في مصر. الله يكون في عونك يا حاج. زي ما انتم شايفين مشاهدينا كورونا، وحتى الراجل المرور كان بيتكلم وبيقول لهم كورونا كورونا، عندنا واحد قاعدين يقولوا ان هو مريض بكورونا، وشوفوا بقى تعملوا ايه معاه. طبعا يعني كان ده اساء لمشاعر مصريين كتير جدا، ايه اللي انتم بتعملوه ده وليه كده بتعملوا كده. والحقيقه الحمد لله ان كان في شابه صينيه بتتحدث العربيه بشكل كويس. البنت دي قالت ان احنا مجموعه من الصينيين ومجموعه، وتواصلنا مع مجموعه من المصريين وعرفنا مين هو الشاب اللي تعرض للتنمر، والحقيقه قدموا له اعتذار بالورود. ومن خلال الفيديو ده برضو تسمعوا هم بيقولوا له وبتقول له بالصيني وبالمصري بتعتذر له نيابه عن الشعب المصري. وكمان تم التوصل للسائق اللي كان هو اول واحد شفناه في الفيديو وحاطط المنديل وقاعد يتريق، فخلى الناس تتصور والازمه دي يعني تتفاقم. وتمكن رجال المباحث من ان هم يقبضوا على هذا السائق صاحب او بطل وقعه التنمر بعد تداول الفيديو. والسائق طبعا كان اكره اكره الشاب الصيني عن النزول في طريق سريع زي ما شفتوا طبعا، وعرضوا وسابوا يتوسل لاصحاب العربيات عشان يركب معاهم. طب يا ترى التنمر بس في مصر؟ عشان برضو ما نبقاش ظالمين، لا، التنمر في حتت كتير جدا. والحقيقة اللي حصل في موضوع التنمر ده ان كان في كتير جدا من في حملة دلوقتي اسمها انا لست فيروسا، والتنمر ده حصل في اماكن كتير جدا جدا في على حول العالم لناس شكلهم زي يعني مش كل اللي هم شكلهم زي الصينيين صينيين، دي الاسيويين عموما شكلهم كده. فدي جريمه كبيره جدا وحصلت على فكره في اماكن كثيره جدا، وده خلى في رصد في شاب تعرض للضرب، في واحده تعرضت للضرب، في واحده كانت بتحكي عن ابنها يعني هو في المدرسه والاولاد اللي في المدرسه بيبعدوا عنه وبيقولوا له انت كورونا برضو. فبالتالي دي كانت أزمة كبيرة جدا. بالنسبة بقى لموضوع الكنائس، الحقيقة في كنائس كتير في يعني مثلا تتوقعوا ان ايطاليا وهي عندها حجر في اي كنيسة ارثوذكسية او اي كنيسة او اي كنائس شغالة، اللي حصل حتى البابا فرانسيس في الاجتماعات بتاعته كلها اونلاين، كلها بيسجلها وهو موجود جوه في الفاتيكان وبتتعرض على الناس، وما بقى وخلاص كده ساحه القديس بطرس ما فيش حاجه اسمها حد يدخلها، ايطاليا كلها في حجر. فجه بقى برضو بقيه الكنائس الارثوذكسيه لما نزلت وقالت ان احنا المفترض انه يكون في مراعاه انه الاشارب واللفافه والكلام ده، وان انتوا ما تسلموش على بعض والحاجات دي كلها. جه بقى الجدل بتاع المعلقه اللي الناس
بتتناول منها. فبدأ فالموضوع ده وصل بيه الأمر إنه لقينا إنه الحقيقة إنه كمان اليوم السابع كان جايب تقرير معرفش مال ومال الموضوع الكنيسة والمواضيع دي يعني في إطار العقيدة، لأنه في حاجات كتير جدا في واحدة من لبنان كانت قالت إن جالها مارشال القديس مارشال في حلم وقال لها خدي الرملة بتاعتي وروحي وديها المستشفى والناس تشرب منها تتعافى، والناس بدأت في ناس بدأت تعمل ده. وفي برضو حاجات تاني من شيعة برضو نشروا حاجات، كان في ناس بقال لك برضو في إيران روحوا والحسوا وبوسوا الأضرحة وهتخقوا ومش هيجيلكوا كورونا. فإذا المواضيع هنا أنا مش بتكلم يعني كل عقيدة أو كل ليهم إيمانهم، أنا ماليش دعوة بالحاجات دي، بس الفكرة إنه محدش يتدخل في حاجة. والحاجة التانية إنه الكنيسة قالت الأوبئة نتيجة للي بيمر بيه العالم من عبس في البيئة، مش برضو زي في ناس قال لك ده غضب والكلام ده كله، وبصوا أول مكان دول شيوعيين الصين دول ما يعرفوش ربنا عشان كده ربنا ابتلاهم. يا جماعة الكلام ده سواء زلازل أو براكين أو ما بنتكلمش، خلاص ربنا من ساعة ما نزل الطوفان وهو يعني قال إنه أنا مش هعاقب العالم تاني ولا هخلص على العالم بنفس الشكل ده، وقوس قزح على مليكه. وبالتالي فإنه كده الحكاية، وإنه كل الناس هتتحاسب كل واحد على أعماله. فما ينفعش يعني ربنا قال لك إحنا بنشرق الشمس على الصالحين وعلى الطالحين أو على الخطاة والأبرار، فبالتالي ما تروحوش ناحية الكلام ده وقصة عقاب إلهي والكلام ده كله. الحاجة التانية زي ما بقول لكم إنه الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية طلعت بيان بأنه ما فيش حاجة اسمها أنه الفيروس هيتنقل عن طريق المناولة بالدم اللي هي متعارف عليها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ممكن دلوقتي ناس تعترض، زي ما بقول لكم الفكرة أنك كل واحد عنده إيمان بحاجة، إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل هتنقله الجبل، كل واحد عنده إيمان في معتقد معين، ملناش دعوة، محدش ليه دعوة بالإيمان ده. الفكرة طبعا انه زي ما بقول لكم اليوم السابع لما نزلت طبعا التقرير بتاعها ده، انا مش جايبهاش التقرير، احنا لو رحتوا للتقرير ده واللينك ده اللي على الفيسبوك شوفوا كم التعليقات اللي فيها ازدراء وازدراء بالمسيحية. ليه طيب ليه بنعمل كده؟ يعني بجد فعلا حاجة غريبة جدا. المهم في النهاية عشان برضو الوقت ونفسي